وبمعاينة الغرفة الداخلية تبين احتوائها على عدد 2 كنبة سوداء و4 مقاعد جلدية ومنضدة خشبية بني والغرفة مصمتة الجدران خالية من أي نوافذ أو مطلات خارجية. ولا توجد ثمة معالم تكشف عن أي محاولة للسرقة. ارفعوا لي البصمات اللي جوه بسرعة. حاضر يا فندم. نيابة جاية. معايا يا محمود؟ معاك يا ريس. وبمناظرة جثة المجني علي والملقاة في منتصف الغرفة تبين ارتداءه قميص بيج كتان وبنطال جينز أزرق وبه إصابة بجرح غائر أسفل الصدر. ولا توجد آثار واضحة للعنف أو المقاومة على المظهر الخارجي للجثة. خد الكروك يا محمود. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. هات القهوة وشوف عماد بقى يشرب ايه بسرعة. شاي كشري وخلي الواد والنبي لقاموا كويس عليه. تحت امرك يا عماد بيه. طب انا اروح اظبط نفسي بسرعة واجيب ورقة التحقيق وباقي الشغل واجي المعلم. 10 دقايق مفيش غيرهم يا حودة. اديك شايف بنفسك الدنيا مقلوبة بره ازاي. اقل من كده يا ريس. ايوه يا ريس صباح الفل. انت رايح النهارده مش كده؟ طيب هنستأذنك في المكتب بتاعك عشان في ناس جايين في قضية فؤاد عوني ومش هينفع اوقفهم مع المحاضر اللي في الطرقة دي. اوكي تمام. افتح مكتب هشام بيه ودخل الناس اللي جايين مع الدكتور سليمان في قضية القتل. تحت امرك يا طارق بيه. قلت لك لازم تهدي اعصابك ترتاح عشان تعرفي ترتبي افكارك وما تغلطيش في الكلام. ارتب ايه واتكلم عن ايه يا مامي؟ يا مامي انت بتكلميني كاني عملت كده فعلا ومستنيه اي حد يساعدني عشان ما يثبتوش عليا حاجه. والله العظيم والله العظيم هو انا اللي بحقق معاكي عشان تقعدي تحلفي لي؟ نفذي اللي بقولك عليه من سكات لحد ما تشوف حل في المصيبه اللي وقعتينا فيها دي. ايوه شريف انت فين؟ رئيس النيابه داخل مكتبه من شويه وهبتدي التحقيق في اي لحظه. هو انا هلاقيها منك ولا من المحامي اللي حبكت معايا سافر فرنسا ده كمان؟ طب بسرعه لو سمحت. لا انا هطلع لك بره. بابا هو انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ احنا من ساعة ما مشينا من الاسم وانت ساكت ومش عايز تتكلم معايا. حلوة اللي انت لابسها ده. أول مرة أشوفه عليك. حلوة اللي أنا لابسها. إيه يا بابا اللي أنت بتقوله ده؟ يا بابا أنا محتاجة لك، أنا محتاجة أحس إن أنت. دلوقتي بس محتاجة لي يا شد. ليه كده يا بنتي؟ ليه تعملي فيا كده؟ مش حرام عليك تشوهي الوردة الوحيدة اللي زرعتها في حياتي وتفسدي على النسمة الجميلة اللي بتنفسها؟ ده أنا استحملت عشانك كتير قوي يا شاهد. كتير قوي.
الراجل ده غريب جدا، انا لحد دلوقتي مش عارف انا مسكت نفسي عنه ازاي. والمصحف الشريف يا طارق بيه، لو ما كانش مدير الامن مكلمني بنفسه بعد ما قبضنا على البيت ومأكد عليا حسن المعاملة، انا كنت عرفته ازاي؟ هتعمل ايه اكتر من اللي عملته يا سيادة الرائد؟ عماد، انت عايز تفهمني ان التليفون اللي جالك من المديرية كان مجرد توصية على الدكتور سليمان وبنته وبس؟ ولا تهور اجراءاتك والسرعة الغريبة اللي تعملت بيها مع البلاغ؟ يا راجل، طب اصبر لحد ما نعاين ونفتح المحضر ونشوف الحكاية هتمشي ازاي؟ ما هو على ما سيادتك تعاين وتطلب التشريح والأدلة الجنائية تجيب لك تقريرها واكتب لك انا تحرياتي وتديني اذن القبض، يكون الراجل طاير بنته على سويسرا وقعدها على جزيرة تشرب عصير اناناس وانا اقعد هنا يتحرق في دمي. يعني انت مش عارف اللي عينت جثته من ساعة ده يبقى مين يا طارق بيه؟ هي ساعة زمن وهتشوف الصحفيين اللي هاجمين على الطرقة بره. اوبا، يبقى الدكتور سليمان كان عنده حق. تاني سليمان وعفريت ازرق. بص يا عماد، اولا القانون هو اللي بيحركنا مش احنا اللي بنحركه. ثانيا وده الاهم، انك مش عارف يعني ايه الدكتور سليمان ومراته، ولا مقدر حجم علاقاتهم ومركزهم في البلد. وبما انك اخر واحد هتتسائل في التحقيق، هتشوف بنفسك مستوى المحامين اللي جايين معاهم وهتعرف دفعهم وتعليقاتهم على اجراءات المباحث. لازم تاخدي بالك كويس قوي من الجزئيه دي يا شهدي لو سمحت. حاضر، اوكي اوكي. في حاجه تانية مهمه قوي، لو رئيس النيابه سالك انت ليه ما روحتيش البيت على طول بعد ما خرجت من الاستوديو، حاولي انك انت تقولي له على اي حاجه. استني يا شهد. ايوه بابا. زمان من 30 سنة كده الشيطان لعب بعقلي وضحك عليا وغلطت غلطة مش صغيرة. وكيل الكلية بتاعتنا كان راجل سخيف وسماوي يموت في الأذية، وأنا كنت رئيس اتحاد الطلبة، فرحت له في مرة علشان أعتمد منه طلب رحلة لأسوان. لما وصلت المكتب كان مفتوح وفاضي، فكنت همشي على طول، وبعدين عيني وقعت بالصدفة كده على دوسيه مفتوح وجواه مسودة لأسئلة الامتحان النهائي. قلبتها في دماغي وقعدت أبررها لنفسي، قلت ده راجل شراني نيته وحشة، أي شر هيتعمل فيه هيبقى خير للدفعة كلها. وسربت الأسئلة لزمايلي قبل الامتحان بليلة واحدة. قبل النتيجة ما تطلع لقيته مقدم فيا بلاغ وبيقول ان في عامل شافني وانا خارج من مكتبه، بس ما بلغوش المعلومه دي لحد ما الدكتور شك في النتيجه والحكايه سمعت. في ايه يا سليمان؟ هو ده وقت رغي؟ ثانيه واحده مامي بليز. مفيش مشكله يا دكتوره، احنا لسه قدامنا وقت على ما ندخل. حاجات جن، مش هنخلص احنا بقى من لعب العيال ده. كمل يا بابي لو سمحت. انت عارفه ان جدي ابراهيم كان محامي كبير قوي. ايوه. عمل معايا بروفا كامله على كل اللي هيحصل في التحقيق، قعد يحفظني كل كلمه تتقال كل حرف ما يتقالش، دربني حتى على نظره العين وعلى نبره الصوت، وقعد ياكد عليا اوعى تغلط يا سليمان، مفيش اي حاجه تدينك في التحقيق الساذج ده غير شاهد واحد بس وشهادته مجروحه، لانه راجل غلبان بيخدم وكيل الكليه ومش هيعرضه حتى في الشهاده الصور. لما دخلت التحقيق لقيت نسخه طبق الاصل من كل اللي جدي قال لي عليه. كان ممكن اعدي من المشكله دي بالكذب وبالغش، بس قلبي انقبض. حسيت ان انا كده هصلح غلطه بغلطه، هتغير هبقى انسان تاني غير الانسان اللي انا اعرفه. حاولت افتكر اي حاجه من كلام ربنا، ما لقيتش غير ايه واحده بس هي اللي عماله تتكرر جوه قلبي،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل له مخرجا. رميت كل كلام جدي ورا ظهري ورحت قايل الحقيقة. اللي حصل بعد كده كان غريب أوي يا شهد، أوي. عميد الكلية بنفسه اتدخل بكل قوة ضد الوكيل وقال الدكتور ده عدو للطلبة، قال الدكتور ده راجل عدواني ودايما بيهول المواضيع وبيلفق التهم. سبحان الله، الموضوع كله اتلم في غمضة عين. طبعا اللي سمعنا دلوقتي هيقول ده راجل مجنون وبيعلم بنته الجنان. صدقيني يا حبيبتي، كلمة الحق هي الصح، هي المخرج الوحيد دايما. انسي كل اللي حفظه لك، انسي كله، قول اللي حصل. حتى لو كنت قتلتي قول الحق وارمي حمولك على الله. حيث رأينا إعادة فتح المحضر حال عودتنا إلى سرايا النيابة بعد معاينة موقع الحادث ومناظرة جثة المجني عليه، وبمناسبة تواجد الشاهد سعد عبد الحميد التهامي بسرايا النيابة، دعوناه داخل غرفة التحقيق وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب. كمل البيانات يا محمود. حاضر رئيس. ساكن فيها عم سعد؟ ساكن في العمارة 291 شارع دمشق. المهندسين يا باشا. مهندسين؟ قصدي يعني في الأوضة اللي تحت العمارة 291 اللي اتقتل فيها الأستاذ فهد. الله يرحمك يا أستاذ فهد يا طيب يا بيه. يا ولدي عليك يا حبيبي يا أستاذ فهد. أنت أصلاً يا باشا البواب بتاع العمارة دي وساكن فيها أنا وعيالي من 15 سنة، ما عمرنا شفنا ولا سمعنا حاجة زي كده. خلاص يا عم سعد، هنبقى ندردش في الحكاية دي بعدين. حاضر حاضر يا باشا. أنت قلت في محضر الشرطة إنك أول واحد استقبلت الآنسة شهد وصاحبتها أول ما وصلوا العمارة ودلتهم على مكان الاستوديو. تمام كده سعد. وفي آخر الليل شفت الأنسة شهد وهي نازلة لوحدها بتجري على السلم. أو النعم هو ده اللي حصل. طب وهي نازلة بقى بتجري على السلم ما لاحظتش عليها أي حاجة غريبة؟ مخضوضة، متلهوجة، بتتلفت حواليها مثلا؟ حالها يا باشا، حالها كان مقلوب على الآخر، شعرها عدم المؤاخذة كان مغبر كده، عينها كانت زايغة، وشها غرقان في العايد. وعملت ايه بقى لما شفتها في الحالة الغريبة دي؟ اعمل ايه يا باشا؟ قلت استغفر الله العظيم، واللي جه على بالي يعني انه عدم المؤاخذة، بس الاستاذ فؤاد الله يرحمه بقى يعني كان شجع حبتين. فهمت. ورجعت اوضتك على طول يا عم سعد؟ مش على طول جوي يعني، قعدت على البوابة خمسة كده وعفرت سجارتين ورجعت اوضتك ونمت. حاولت، وكتاب الله المجيد حاولت يا باشا اكتر من ساعه ونص وانا عمال افرك في فرشتي، واتقلب يمين واتقلب شمال زي عدم المؤاخذه الفرخه المشويه، انما ايه يا سعاده الباشا، مستحيل مستحيل انعس ابدا. ليه يا عم سعد؟ الجالج يا باشا،
وساوس عمالة تاكل في عب زي فران الغيط عدم المؤاخذة. من جهة بفكر في المزمزيل اللي نزلت على ملا وشها دي بخلاف صاحبتها اللي نزلت قبل منها بيامة، ومن جهة تانية مستعجب جوي جوي من الأستاذ فؤاد. ومستعجب منه ليه؟ أصل عدم المغزى يا باشي، الأستاذ فؤاد كان خلجي حبتين وطلباته ما بتخلص، والليلة اللي بيسهر فيها الوش الصبح بتبقى ليلة سدى علي أنا. مسافة السكرتيرة بتاعته ما تنزل هي والفراش يستلمنا أنا بقى إشي سجاير على كارت محمول حاجة سجعة، ما بقعدش على حيلة يا باشي. ومش بعادة يعني يقطع الخنس كده مرة واحدة. يبقى لي حاجة استعجب ولا لأ يا باشي؟ لا يبقى لك. طب وفي التوقيت ده بقى يا عم سعد ما لاحظتش أي حاجة غريبة؟ وقت إيه؟ الساعة ونص اللي انت قعدت تفرك فيهم على السرير زي الفرخة المشوية، ما لاحظتش أي حاجة غريبة؟ صوت رجل طالع على السلم، عربية بتركن قدام العمارة مثلا. طب داني سعادتك لو سمعت حاجة زي كده هتنف مطرحي ولا هسكت؟ يا باشا شغلتنا دي خطرة قوي قوي قوي، الواحد لازم تكون عينيه مفنجلة ودانه بتسمع الهوى. وبعدين يا باشا احنا كنا في وقت وخر قوي، لو سعادتك ترمي الإبرة فيها ترن. بس أنا أيوة أنا افتكرت حاجة. حاجة ايه؟ لما الفكر شد علي قلت ما بدهاش بقى، لازم انا اطلع طول طل على الراجل واطمن بنفسي. خرجت من الأوضة وأمنت على المدخل وبصيت بصة كده نواحي البوابة، ورحت على الأسانسير وركبته وطلعت على دور المرفوع. ولما وصلت لقيت باب الاستوديو مفتوح. انفجعت، ايه اللي هيسيبه مفتوح لحد الساعة دي؟ ما عمراش حصلت ابدا. وما دخلت ريسبشن لقيت الباب الجواني بتاع الاستاذ برضك مفتوح. خفت اخشله غشم كده من غير استئذان، لا يهب فيا زي عوايده ويسبخني بكلمتين. ناديت عليه يا باشا يا فؤاد باشا، ما ردش. وانا واقف لمحت بوك حريمي واقع على الارض، ولما فتحته لقيت فلوس وكروت وبطايق وحاجات كتير كده، وصوره للمزمزيل الحلوه اللي اسمها شاهد دي. قلت بس اهي دي حاجه كويسه قوي ندخل له بيها. ولما دخلت يا ريتني ما دخلت، لقيت واجع وممتد على الارض وغرجان في دمه يا وانت. غريبة، والحكاية دي أول مرة تحصل ولا اتكررت قبل كده؟ لا يا فندم، كانت بتحصل كتير جدا ومع ناس أهم من نادر سمارة بكتير، وكل الوسط الفني عارف عنه الطبع ده. يعني بيبقى كويس وزي الفل وفجأة كده يهب في ضيوفه ويطردهم من المكتب؟ ويشتم ويقولوا ألفاظ خارجة، بس في الحقيقة ما كانش حد بيزعل منه خالص لأنهم متعودين على أسلوبه ده، وكمان كانوا عارفين ان هو بيصفى بسرعه ويرجع ويصالحهم ويقول لهم كلام لايق جدا. حتى اللي كان بيمشي كان بيرجع تاني عشان محتاج له. البواب بيقول ان شاهد العريني كانت تايهه وما تعرفش العنوان لما جات لكم امبارح بالليل. هي فعلا قالت لي كده. ده معناها انها اول مره تيجي فيها الاستوديو. اول مره تيجي الاستوديو واول مره تقابل الاستاذ الله يرحمه، بدليل ان هو لما شافها معرفهاش، وهو بس وافق يقابلها عشان كانت جايه بتوصيه من الشيخ حسين عشان يسمع صوتها. مين الشيخ حسين؟ ده شيخ طريقه كده من دمنهور
الأستاذ كان بيتبارك بيه. بيتبارك بيه؟ آه. طب تفتكري واحدة زي شهد إيه اللي ممكن يدفعها إنها تقتل راجل ملحن مشهور؟ كان ممكن يديها فرصة كبيرة عشان تغني وفي أول مرة تشوفه فيها. معرفش، يمكن تكون مزوقة من أي حد عليه وعملت الفيلم ده عشان تدخله وتنفرد بيه. مش غريب التفسير ده شوية يا هويدا؟ أنا ممكن أقبله لو كنا بنتكلم عن بنت محتاجة قرشين أو واحدة من بتوع الأداب مثلاً، إنما طالبة في الجامعة الأمريكية وبنت جراح كبير زي سليمان العريني. يا فندم أنا قلت رأيي لحضرتك بناء على اللي أنا شفته، لكن أنا مش بتهمة ولا حتى متأكدة من الرأي ده. اللي أنت شفتيه إزاي؟ هو أنت عندك حاجة جديدة غير إنها آخر واحدة نزلت من عنده قبل ما سعد يطلع ويكتشف اللي حصل؟ لا حضرتك، ده مجرد إحساس، يعني إن هي تصر إن هي تقابل الأستاذ رغم إن هو تأخر كتير جدا في البروفة، وموضوع صاحبتها ده جت وقعدت ومشيت بدون أي أسباب. الموضوع كده كله على بعضه ما ريحنيش أنا شخصيا. منطق برضو. انت بقالك كام سنه بتشتغلي مع الاستاذ فؤاد يا هويدا؟ 5 سنين حضرتك. 5 سنين سكرتيره شخصيه ومديره اعماله، متهيالي دي مده كافيه قوي تخليكي تعرفي عنه تفاصيل كتير وعن حياته الخاصه. يعني في حدود شغلي. الاستاذ كان غامض جدا وفي اسرار كتير في حياته ومحدش كان يعرفها عنه. لكن في حاجه واحده بس صعب قوي تفوت على اي سكرتيره، خصوصا لو كانت لماحة زيك. حاجتي يا فندم. الستات، العلاقات النسائية، وأنا عايزك بقى يا هويدة تساعديني في النقطة دي. عايز أفتح كتاب المرحوم وأعرف إيه اللي مكتوب بالظبط في صفحة الستات. وانت مالك يا ابني؟ انت اشتريتني ولا إيه؟ ما ترد على بنتك يا استفروق، لحسن والختمة الشريفة أنا لو رديت. لا رد رد يا حبيبي، انا عايزك تفك عن نفسك وتوريني هتعمل ايه. بتلم نفسك شويه يا بت واستعبري وجودي يا بت. يا بت انت شايفاش سلحتي يا بت ولا انا اللي مش مالي عينك؟ وهتملى عينها ازاي يا عم لوسطة وهي بطرانه على اهلها وعيشتها وخطيبها ودايره تتنطط ليل ونهار في الشوارع عشان يقولوا عليها استاذه ويطلعوا صورتها في الجرانين. في الجرانين؟ طب عليا يا رب بقى وارحمني من اللي انا فيه. يا ولاد اختوا الشيطان بقى واستهدوا بالله. طب وحياة النبي دي ايه؟ عينه مرصودة ومتنشنة عليكم بالظبط، وانا عارفة بقى مين اللي عاملها. اه يا روحي يا عيني. على ايه يا امي؟ هيحسدونا على ايه؟ يما فوقي بقى وحسي بالعذاب اللي انا فيه. عذاب؟ استغفر الله العظيم. اسمعي بقى يا بنت الناس. يا ود اسكت ومتبقاش غشيم، ما انا قلت لك اني مش بايديها. اهدى بس انت كده واشرب الشاي وانا هقول لك على اللي فيها. خد هنا، رايحه فين؟ نزل ايدك يا ابني. في ايه؟ مين اللي بيتصل دلوقتي؟ شغل يا بني ادم، شغل. شغل؟ طب ردي على الشغل قدامنا يا ست الكتكوته. الو؟ ايوه يا استاذ جلال، ازاي حضرتك؟ لا انا في البيت. طب اسمعيني كويس قوي يا عبير، انا هديكي فرصه خطيره جدا، لو عرفت تستغليها هتوفرها على نفسك مشوار طويل جدا. بجد والنبي يا استاذ؟ ربنا يخليك يا رب. ايوه طبعا عارفاه، ده انا حتى قبل كده كنت حاولت اخد منه روبرتاج صغير كده وبعدين ايه؟ اتقتل؟ اتقتل ازاي؟ مش ممكن، بنت الدكتور سليمان؟ ايوه بنته، والنيابه بتحقق معاها دلوقتي. مش معقول محسن، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انا هستفيد ايه من الهزار في حاجه زي دي؟ طب ازاي وامتى؟ المعلومات اللي عندي من الداخليه بتقول ان واقعة القتل حصلت ما بين الساعة 2 ل 3 صباحا. 3؟ يعني هو لسه في العملية أو بعد ما خلص بحاجة بسيطة؟ تقريبا. أنا مش مصدقة الحكاية دي، مش معقول بنت الراجل ده تعمل حاجة زي كده أبدا. بالعكس،
ده هو ده المعقول. أب همجي ودماغه لسعة، وأم مغرورة ومتسلطة وبتعشق الفلوس. هيخلفوا إيه غير بنت منحرفة وسلوكها غير طبيعي؟ إيه نبرة الشماتة دي يا محسن؟ أنت لسه برضو بتهاجم الراجل بتعم دهانته بعد كل اللي عمله معانا؟ هو عمل إيه يعني علي أهانم؟ ده شغله وأكل عيشه. أي دكتور تاني مكانه كان هيعمل اللي عمله أكتر. سيبك من الكلام الرومانسي ده وخلينا في المهم. أنا جيت لك بعد ما عرفت اللي حصل عشان نرتب نفسنا على الظروف الجديدة. نرتب نفسنا في إيه؟ أنا مش فاهم. أمين لازم يتنقل مستشفى تانية بعد ما يطلع من الرعاية. كمان لازم نحدد الدكاترة اللي هيتابعوا حالته بعد كده. ما تنسيش إنه خلال ساعات البلد كلها هتتكلم على فضيحة سليمان العريني وبنته. ومش من اللائق يعني إن دكتور زي ده. تعرف يا محسن، لو كان الدكتور سليمان نفسه اللي قتل فؤاد عوني، أنا مش هقبل بحد غيره يتابع حالة جوزي. صفية أفندم يا هانم، اندهيلي أمير حالا. هتعملي إيه علياء هانم؟ هعمل اللي كان أعمله أمين لو فايق وقادر يتكلم. هرد جزء من جمال إنساني الوحيد اللي جذب اسمه وسمعته عشان ينقذ حياة جوزي. بجد يا محسن مش عارف أقول لك إيه. الله يكون في عون الدايرة دخلتك المجلس. أوامرك يا هانم. اتصل لي حالا بمكتب النائب العام. لا طبعا سعادتك، أنا أمرت بتشريح الجثة وكلفت مندوب يجيب لي التقرير المبدئي النهاردة. لسه بنسأل الشهود. هو الحقيقة الموقف مش واضح لحد دلوقتي، لكن إن شاء الله هنوصل. لا هبلغ معاليك فورا. تحت أمر سعادتك يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. يا الله مش ممكن. ايه ده يا محمود؟ انا هقضي اليوم كله تليفونات؟ ده لو قضية امن دولة مش هيحصل فيها كده. الله كريم. تحت امرك يا باشا. هات لي يا ابني الانسة شاهد العريني. الانسة شاهد العريني. ايه ده يا انسه شاهد؟ ايه ده كله؟ خمس محامين؟ لا يا فندم، ثلاثة بس. انا الدكتورة شاهيناز رستم والدة شاهد، واخويا المهندس شريف، وانا طارق الشاذلي رئيس النيابة. ويشرفني جدا ان اتعرف عليكم بشكل ودي وفي ظرف احسن من كده، لكن دي جلسة تحقيق غير مسموح فيها بالتواجد العائلي. ايوه يا فندم، بس بنتي اعصابها تعبانة جدا، بقالنا ساعتين بنديها في مهدئات، مش هيجرى حاجة لما نحضر معاها، وعشان كمان لو حصل. آسف يا دكتورة، القانون أصله جامد شوية، ما بيعملش حساب للعواطف الإنسانية. أنا دخلت حضراتكم في أوضة منفصلة عشان ما ينفعش تختلطوا بالمجرمين وأصحاب السوابق. ما أقدرش أقدم استثناءات أكتر من كده. وإحنا طبعا بنشكر حضرتك على ذوقك، لكن خلاص يا دكتورة، الطريق بيه عنده حق. يلا بينا. يلا يا دكتورة. كرنهاتكم يا أسد. يا مؤاخذة طارق بيه، سعادتك طبعا مقدر القلق اللي هما فيه. لا أبدا مفيش مشكلة، تفضلوا استريحوا. اقعد يا شاهد. اثبت حضور الاساتذه وخد البيانات. حاضر يا ريس. انت صحيح كنت بتاخدي مهدئات بره يا شاهد؟ ايوه، اصل اللي حصل كان كتير قوي عليا وانا لحد دلوقتي مش قادر استوعبه. لا 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 مش هينفع، احنا عايزينك اجمد من كده شويه. امال هتعملي ايه بقى لما امر بحبسك اربع ايام؟ حبس؟ حبس ليه حضرتك؟ انا ما عملتلوش حاجه، انا ما جيتش جنبه. اهدي بس، اهدي اهدي. بصي كده المحامين وراكي بيضحكوا اهم. انت ايه، ما تعرفيش اي حاجه عن الهزار او الاشتغاله زي ما بيقولوا في الجامعه؟ يا فندم انا اول مره في حياتي اتحط في موقف زي ده، وعمري في حياتي ما كنت اتوقع اني بقول لك ايه. انا ريقي نشف من كتر المناهده في التحقيقات. ايه رايك ناخد كلنا طقم ليمون فريش؟ على الأقل أحسن من المهدئات بتاعت ماما.
لا مش احسن طبعا. كان لازم يا علاء تروح بنفسك. يا سلام. ومن امتى واحنا بنبعت مقاول في مشوار زي ده لوحده؟ مش مهم منقصه الاسكان دلوقتي. اي حد يروح يجيب كراس الشروط، وانت بكره ولا بعده ابقى روح وظبط الناس اللي هناك. مش عارف حاجة امتى. يلا لو فيك دي تكلمني. سلام. وبعدين يا شريف انا مش مرتاحه للراجل اللي جوه ده، حاسه كده انه عدواني واخد موقف غبي من اولها. بعدين هو فاكر نفسه ايه بالظبط عشان يتكلم معانا بالغرور والعنطزه دي كلها؟ يعني نعمل له ايه يا شاهي؟ هو موظف صغير هنتنطط عليه؟ ده رئيس نيابه. ان شاء الله يكون مستشار، مفيش حد في البلد دي ملوش كبير. لا يا شريف، لا انا لازم اعمل حاجه، وانا مش هستنى لحد ما الاقي بنتي طالعه من مكتبه على سجن النساء. اهم يا نجوى، دكتوره شاهيناز واقفه هناك اهي. طب خلاص بقى يا دكتور، انا هنزل استنى حضرتك تحت لحد ما تطمني على الدكتور سليم. ايه اللي بتقوليه ده يا نجوى؟ هو انت جايه معايا المشوار ده كله عشان تستنيني في الشارع؟ معلش والنبي يا دكتوره، اصل حضرتك لسه ما تعرفيش الست دي كويس. كفايه والنبي اللي حصل امبارح، مش زاداني بقى بهدله وقله قيمه. لا طبعا، انت بتفكري ازاي؟ اللي حصل امبارح كوم وظروف النهارده كوم تاني خالص، بقى معقول هتحرجك وانت جايه تطمني عليهم؟ والنبي انت قلبك ابيض قوي زياده عن اللزوم. ده قليل ما اعتبرتش مديتي دي شماته وفش غل بعد الكلمتين اللي سممت بدني بيهم امبارح. للدرجه دي؟ والنبي يا دكتوره اسكتي وما تفتحينيش. طب وربنا؟ شوفي ربنا، انا لولا غلاوه الدكتور سليمان في قلبي وربنا ما كنت وريتهم وشي تاني. بقى في حد في الدنيا يصدق ان الراجل اللي زي النسمه ده يعيش مع الحيزبونه دي تحت سقف واحد؟ يا رب والنبي وحياه حبيبك النبي يتصبروا عليها يتخلصوا منها. اسف عليا عبيط. انت انا كويس، بتلاقيش؟ انا كويس. ما قلتلك كويس بقى، انت هتقليني عن نفسي ولا ايه؟ انا بس زي ما تقولي كده النوم هجم عليا وخدني على اخوانا. اديني شويه ميه يا حبيبتي. حاضر. استني شويه بطل واطمن على شادو كده. انا لسه سالت الدكتوره من شويه وقالت لي انها دخلت لرئيس النيابه ولسه ما خرجتش. ليه؟ يا ساعه كام دلوقتي؟ ايه ده، معقوله يعني شفتوا كل الكوابيس دي في 5 دقايق بس؟ وانت ايه اللي جابك اصلا يا بنت؟ انت يا بنتي لحقتي تريحي جسمك من العلقه بتاعت امبارح؟ يلا امشي روحي، انا هكلم عزة السواق علشان انا مش همشي من هنا يا دكتور قبل ما شاهدة تخرج من هنا واشوف حضرتك مروح معاها. انا متاكده والله انها بريئه ومستحيل تعمل حاجه زي كده ابدا. دعيلها فاطمه، دعيلها من قلبك. يا سعشة يا شوية ومطيورة. بس روحها صافية والله وقلبها حلو. والله العظيم ده اللي حصل. هو مش حضرتك سألت موني، قصدي يعني أمنية، وقالت لحضرتك نفس الكلام؟ آه فكرتيني يا شهد. بمناسبة أمنية، أنت تعرفتي على البنت دي إمتى؟ من سنة تقريباً. وتعرفت عليها فين؟ اتعرفت عليها في الكوليدج، كنا طالعين رحلة لتركيا وكانت هي الروميت بتاعتي، اتعرفنا على بعض هناك. في خلال السنة دي ما لاحظتيش أي حاجة غريبة عليها؟ أسلوب حياتها، الناس اللي حواليها؟ لا خالص،
هي ممكن تكون مهيبرة شوية، أنا قصدي يعني إن هي. فهمتك. هو حضرتك شاكك في أمنية في حاجة؟ أنا لو ما شكتش في أي حاجة وفي أي حد مش هعرف أشتغل يوم واحد في الشغلانة دي يا أنسة شهد. طيب هو الشك ده لسه موجود بالنسبة لي؟ امضي على أقوالك يا أنسة شهد. اسمك سلسي. شكرا. طلباتكم يا اساتذه. اتفضل يا استاذ خير. سعادتك احنا بندفع ببطلان اجراءات القبض لانه تم بدون اذن قضائي وفي غير حالات التلبس، وعليه سعاده الرئيس بنطلب اخلاء سبيل الانسه شهد وبدون اي ضمانات. وعند حضرتك فكره طبعا ان النيابه ليها الحق في حجز المتهم 24 ساعه لحين ورود التحريات النهائيه. ايوه سعاده الرئيس، بس لو حتى في حاله بطلان الاجراءات وعدم وجود ادله كافيه. خلاص يا محمود؟ تمام يا ريس. اقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم في تاريخي، وحيث بلغت الساعه 4:30 مساء قررنا الآتي.